لا مشي مشي. فاطمة فاطمة مالك يا فاطمة؟ اهلا دكتور اسامة، اتفضل. انا مش دكتور اسامة، صباح الخير، انا جلال سلطان، فاكراني؟ اهلا وسهلا، اتفضل. أنا أولاً بعتذر عن حضوري المفاجئ، لكن في الحقيقة أنا كنت مضطر. أنا عارفة حضرتك جاي ليه. صحيح؟ عارفة إن في شنطة تايهة مني؟ أنا قلت يمكن الشنطة فعلاً عندي، نسيتها مع شنطتي. ما عندكيش فكرة أنت ريحتيني قد إيه دلوقتي. لازم الشنطة فيها حاجات مهمة؟ فعلاً فيها أوراق مهمة، حجج إثبات ملكية تخص والدتي. يا ترى الشنطة دي موجودة هنا دلوقتي؟ لا للأسف في البيت، لكن لو تفوت عليا بكرة إن شاء الله هتكون تحت أمرك. أنا متشكر أوي. بعد إذنك أفوت عليك بكرة؟ تحت أمرك. في أي وقت، بس حضرتك لسه ما شربتش القهوة. واضح إن سيادتك مشغولة، ودكتور أسامة هيفتح الباب ويدخل حالا. مين الراجل ده؟ ده صاحب الشنطة. وجاي يعمل ايه؟ ليه يسأل ما يتوهش؟ ودي تاني؟ لا هيجي بكرة ياخدها. تاني؟ تاني هيجي بكرة؟ انت مالك متحمل عليه كده ليه؟ انت تعرفه؟ مدام أصل جلده أصفر وعينيه زايغة كده، زي ما يكون حاطط مكياج. لحقت تشوف ده كله في البصة السريعة دي؟ اتفضل اقعد. اقعد وقول لي، انت ما تسيبش مكتبك إلا لو في حاجة مهمة أوي. طول عمري يعجبني ذكائك. بقولك ايه؟ عايزك تشرفي على البحث بتاع الدكتورة أمينة. دي التلميذة اللي أنت مهتم بيها؟ متشكر أوي. على إيه؟ أتمنى إن سؤالي ده يكون عن غيرة. عشان أثبت لك حسن نيتي، أنا هشرف على البحث بتاعها بنفسي. متشكر أوي. السلام عليكم.